أهلا وسهلا بحضراتكم، أنا حمادة سالم مدرس مساعد بقسم علم الحيوان، وأكون معاكم في الجزء الأول من السكشن الأخير. هنشوف مع بعض آخر قطاعين في القناة الهضمية للفائفي بتاع الضفدعة واللفائفي بتاع الأرنب. اللفائفي بتاع الضفدعة بيحتوي على 4 طبقات زي بقية قطاعات القناة الهضمية: السيروزا والمسكولاريز، السابميكوزا والميكوزا. الميكوزا بنلاحظ عندي ان فيها مجموعة من الخملات او الفيلاي، ودي المسؤولة ان هي تقوم بعملية الامتصاص اللي هي تعتبر من احدى وظائف الامعاء. هنلاحظ هنا في الشكل ده ان الخملات بتاعت لفائفي بتاعت الضفدعة الى حد ما منتظمة، العدد بتاعها قليل مقارنة بالأرنب اللي هنشوفها لسه، والحجم بتاعها بيبقى أكبر أو أدخن أسمك. لكن لو شفنا نهايات الخمالات هنلاقيها كلها تعتبر في مستوى واحد. كمان هنلاحظ إن المنطقة دي مفيهاش فيها أي غدد، دي صور تانية تحت الميكروسكوب. هنلاحظ برضو ان عدد الخمالات يعتبر قليل، الخمالات برضو تعتبر بتنتهي في مستوى واحد سميكة، نفس الكلام مفيش اي غدد موجودة في المنطقة اللي ما بين السيروزة والخمالات، مفيش غير العضلات والأنسجة الضامة اللي بتمثل الصب ميكوزا. دي صورة تانية للقطاع تحت الميكروسكوب. نشوف طريقة رسم القطاع. نبتدي الأول بمنطقة أو طبقة السيروزا، الطبقة المصلية. الطبقة المصلية زي بقية القطاعات القناة الهضمية بتحتوي على خلايا حرشفية بسيطة. تحت الطبقة المصلية بيبقى عندي في العضلات الطولية، بعد العضلات الطولية بيبقى فيه موجود العضلات الدائرية، ودي بنرسمها عن طريق ان احنا نعمل خطوط متقطعة بحيث انها تدي اشكال مغزلية للالياف بالشكل ده. ممكن نرسمها بطريقتين، الطريقة اللي فوق اللي هي الأمواج، الطريقة التانية إن أنا أرسم واحدة واحدة، بس طبعا الأمواج أسرع. منساش الأنوية، بعد طبقة العضلات دي هيبقى عندي طبقة تحت مخاطية، أو دي عبارة عن نسيج ضام بيحتوي على أوعية دموية. نرسم وريد والشريان كمثال يعني. بعد الطبقة تحت المخاطية بيبقى عندي الطبقة المخاطية، ودي بتبقى عبارة عن خمالات منتظمة. هرسم 2 كمثال. الخمالات دي بتحتوي على خلايا عمودية بسيطة، ما بين الخلايا دي بنلاقي في خلايا كأسية على شكل حرف U اللي هي خلايا جابلت سيلز، هي دي.
بكمل القطاع زي ما قلت من شوية. من ضمن وظائف الأمعاء عملية الامتصاص. عملية الامتصاص دي بتحتاج أوعية دموية وأوعية لمفاوية، فنرسم وعاء لمفاوي داخل كل خملة، والأوعية الدموية موجودة فوق زي ما احنا شايفين. الأوعية الليمفاوية دي بيبقى حواليها خلايا ليمفاوية، زي ما قلت في عندي 4 طبقات: السيروزا اللي هي المصلية، ماسكولاريز العضلية، صاب ميكوزا اللي هي تحت مخاطية الميكوزا واللي هي المخاطية. السيروزا عبارة عن خلايا حرشفية بسيطة اللي هي السيمبل سكوامس ابيثيليوم، والماسكولاريز بتحتوي على نوعين من العضلات اللينجيتودينال والسيركولار. صاب ميكوزا بيبقى موجود فيها البلاد فيسلز الأوعية الدموية. الميكوزا الخملات بتحتوي على نوعين من الخلايا: الخلايا العمودية البسيطة وجابلت سيلز أو الخلايا الكأسية. وداخل الخملات بنلاقي فيه الليمف سبيس أو الأوعية الليمفاوية، وحواليها الليمفو سايت أو الخلايا الليمفاوية. أسباب التعرف ممكن نقول ريجولار فيلاي والجابلت سيلز. ممكن كمان نقول إن مفيش غدد أو حاجة هنشوفها بعد كده اسمها كهوف ليبركن. تاني قطاع معايا القطاع اللفائي فيه الأرنب. القطاع اللفائي في الأرنب برضه يحتوي على 4 طبقات المعتادة: السيروزا، الماسكولاريز، الصاب ميكوزا والميكوزا. نلاحظ أول اختلاف موجود عندي ما بين الأليم بتاع الأرنب والأليم بتاع الضفدعة، إن في عضلات موجودة في طبقة الميكوزا، وتحت العضلات ديت في دوائر كتيرة اللي هي الغدد اللي بنسميها كريبس اوف ليبركن او كهوف ليبركن. كمان هنلاحظ ان الخملات اطوالها مش منتظمة زي بتاعة الضفدعة، حتى في الصورة الكلية للقطاع برضو الانتظام ده مش موجود. في القطاع اللي تحت الميكروسكوب في صورتين او نوعين من القطاعات دي ممكن نشوفها. ده القطاع اللي موجود يعني عدد كبير منه، وزي ما شايفين ان النهايات بتاعة الخملات مش في مستوى واحد. كمان هنلاحظ ان في غدد موجودة او دوائر اللي احنا شايفينها دي اللي هي غدد موجودة ما بين العضلات والخملات اللي هي كهوف ليبركن. صور تانية تحت الميكروسكوب لنفس النوع ده من القطاعات. قطاع اللفائي ممكن لو قطعنا بعيد عن المنطقة اللي فاتت شوية يظهر بالشكل اللي احنا شايفينه ده. الخملات بتبقى طويلة قوي ورفيعة، وبرضو هنلاقي فيه هنا بعض الدوائر الموجودة أو الغدد أو الكهوف ليبركن الموجودة ما بين الخملات والعضلات الموجودة. طريقة الرسم عندي هتبقى شبه رسم الضفدع بالظبط. هرسم ال4 طبقات، هزود بس العضلات الموجودة في الطبقة المخاطية وكهوف ليبركن. هبتدي هنا بطبقة السيروزا اللي هي عبارة عن خلايا حرشفية، بعدها العضلات الطولية والعضلات الدائرية. بعد ما برسم العضلات هرسم الطبقة تحت المخاطية كالمعتاد، عبارة عن نسيج ضاموي وأوعية دموية.
تحتها هرسم العضلات المخاطية عبارة عن حزمة صغيرة أو شريط صغير من العضلات الدائرية، فوقيه مجموعة من الألياف الطولية. بعد كده أبتدي رسم بقية مكونات الطبقة المخاطية، هرسم كوف ليبركن بعد كده هرسم الخمالات، أكون حريص إن الخمالات يكون في واحدة قصيرة بحيث إن أنا عدم الانتظام اللي موجود في الخمالات بتاعة الأرنب يبان عندي. الخمالات بتاعة الأرنب بتحتوي برضه على نوعين من الخلايا، الخلايا العمودية البسيطة والخلايا جوبلت سيل أو الخلايا الكأسية. داخل الخمالات في أوعية ليمفاوية برضو وحواليها خلايا ليمفاوية. البيانات نشوفها مع بعض: سيروزا، ماسكولاريز، السبميكوزا، الميكوزا، 4 طبقات شفناهم قبل كده في 5 قطاعات. السيروزا بتحتوي على السيمبل سكوامس ابيثيليوم، والماسكولاريز بتحتوي على نوعين من العضلات. السبميكوزا عبارة عن السيك دام بيحتوي على أوعية دموية. طبقة الميكوزا هلاقيها بتحتوي على ماسكولاريز ميكوزي أو العضلات المخاطية كهوف ليبركن، والجابلت سيلز الخلايا الكأسية والخلايا العمودية البسيطة السيمبل سكرامنر ابيثيليوم. داخل الخمالات هنلاقي فيه أوعية ليمفاوية وخلايا ليمفاوية. أهم سبب من أسباب التعرف هو طبعا كوف ليبركين، لأن ديت حاجة مميزة جدا للقطاع بتاع الأمعاء بتاعة الأرنب.